السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة وطالبات. المراحل الإعدادية والثانوية دي الحلقة الثانية إن شاء الله من حلقات الاحتراف في الكيمياء من الصفر حتى الجامعة. كنا بدأنا بعض الحاجات المهمة اللي لازم نعرفها زي الصيغة الكيميائية، واتفقنا عشان نكتب معادلة لازم نعرف بنتعامل ازاي مع المعادلات. النهاردة هناخد حتة كده الثانوية العامة عشان الناس اللي بيمتحنهم. في عندي العلماء قسموا الكيمياء العضوية المركبات الهيدروكربونية، يبقى المركبات مش شرح منهج قوي، على قد ما تكات بسيطة كده بتيجي في الامتحان وبتبقى معروفة ونعتبرها من الاحتراف ما قبل الجامعة. المركبات العضوية، مركبات العضوية اللي بنقول عليها مركبات الهيدروكربونات، هيدروكربونات. الكلام ده مهم جدا 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 عشان الناس اللي راحة تلتة ثانوي وبدأوا عضوية، او الناس اللي موجودين حاليا عليهم امتحان الاسبوع الجاي في الكيمياء. المركبات الهيدروكربونية او الهيدروكربونات العلماء قسموها الى ثلاث حاجات: الكان، الكين، الكاين. مش هنكتر فيها برضو عشان عايزين نجيب حاجات كده من السنوات اللي فاتت، لان احنا اتفقنا احتراف من الصفر حتى ايه ما قبل الجامعة، وممكن الجامعة برضو لو دخلنا طب او صيدلة او هندسة كلية علوم وكلية تربية بياخدوا طبعا كيمياء في السنوات الاولانية. بنبدأ من الكان، لها صيغة عامة CnH2n زائد 2. عرفنا الكلام ده يا جماعة يبقى سهل جدا التعامل مع اي الكان يجي. يعني ايه الكان؟ برضو دايما بقول حرف الار كده حتى في الاحياء في اولى ثانوي، ودي بسميها الكايل. يعني ايه الكايل؟ يعني الكان ناقص اتش. الكان ناقص ايه؟ اتش. يبقى الكلام ده لازم يتعرف، يبقى اساسيات عندي هي حتى في احياء اولى ثانوي، لان انا عندي ديت في البروتينات، الحمض الاميني، الحمض الاميني، عشان بتوع الكيمياء ما يزعلوش، بس بتوع الاحياء برضو لهم حق يعرفهم او يربطوا المواضيع ببعضها. خلاص، والكلام ده انا بشرحه في الاحياء بالمناسبه في الفصل وفي المجموعات المدرسيه. يعني بتكلم عن الكان، يبقى الكان ناقص هيدروجين اداني الكايل. الكلام ده مهم بالنسبه لاولى ثانوي احياء. يعني نوضحها برضو بعيد عن الورقه دي خالص خالص، برضو عشان زي ما قلنا لهم حق علينا يعرفهم. لو احنا بدأنا او ذاكرنا كانت ديت اسمها حمض اميني، حمض اميني مجموعة كربوكسايل، ما دي كيمياء عضوية برضو، يعني الجزء ده كيمياء عضوية، مجموعة كربوكسايل، مجموعة كربوكسايل. هنا NH2 مجموعة امين او امين، دي برضو كيمياء عضوية، مجموعة امين او امين، ذرة هيدروجين. خلاص، واللي عندي هنا الار، ده اللي خلينا ايه نتكلم في احياء اولى ثانوي. يعني دي احياء اولى ثانوي ترم اول، دي في الحلقة التالتة او الرابعة عندي في حلقات احياء اولى ثانوي اللي انا منزلها لكم السنة دي. يبقى ار ديت اسمها مجموعة الكايل، مجموعة الكايل. نركز فيها كده برضو، مهمش عشان نربط المناهج ببعضها. خلاص، على اساس اللي عايز يتعلم صح يتعلم يعرف. يبقى مجموعة الكايل ما هي؟ عبارة عن، نقولها بسرعة هنا بقى، الكان ناقص ذرة ايه؟ هيدروجين. خلاص، طبعا اي الكان من اللي احنا هنقوله دلوقتي نشوف بقى الكيمياء عشان بس ما حدش يزعل. يبقى دي اسمها ايه؟ الحمض الاميني، الحمض الاميني، الحمض الاميني ده هو وحدة بناء البروتين، وحدة بناء البروتين. طيب نكمل الكان. خلاص، واتفقنا لو شلت ذرة هيدروجين ناقص هيدروجين من الكان بقت اسمها ايه؟ الكايل. يعني الرمز ده اسمه ايه؟ الكايل. وبناء عليه بنستفيد منه في الكيمياء العضوية برضو ميسايل، ميسان. يعني مثلا ايه؟ الكان زي الاول رأس المجموعة او ابسط مركب
ألفاتي وهو الميسان. واتفقنا وقلنا قبل كده في شرح أدوية تالتة ثانوي، طبعا احنا قلنا دي كيمياء من الصفر لإيه لما قبل الجمع، اتفقنا واحد يعني ايه ميس، يعني ايه واحد يعني فيها ذرة ايه كربون واحد. برضو نجيب الميسان ازاي من الرمز اللي عندي او من الصيغة اللي عندي كده بسرعة عشان برضو ايه مش هنطول زي ما قلنا في الجزئية دي، بس برضو ايه تلميحات كده عشان الناس برضو ايه تفتكر. يبقى الوقت هنا ميسان سي ان، سي ان قلنا ميس يعني واحد، يبقى واحد اتش اتنين في واحد زائد اتنين. نجمع حاجتنا كده سي وان اتش اتنين زائد اتنين بكام؟ اربعة. يبقى ده ميسان زي ما عملناه فوق. طيب تاني عضو من اعضاء الالكان ميس يعني واحد، ايس يعني اتنين، واسيبها مفتوحة كده شرطة كده. طب انا عايزها الكان يبقى ايسان، يبقى فيها ذرتين ايه كربون. نطبق سي ان اتش اتنين ان زائد اتنين بسرعة كده، سي اتنين اتش اتنين في اتنين زائد اتنين، يبقى سي ان اتش الاتنين في اتنين باربعة زائد اتنين، يبقى سي تو سي تو اتش سكس. هو ده الايسان، ده الايسان. يبقى هنكتبهم الوقت مع بعض لغاية ستة على الاقل نعرفهم النهاردة، الناس الجداد والقدام. ميس يعني واحد، ايس يعني اتنين، انتم ملاحظين انا عامل شرطة كده، يبقى ممكن ايه ميسان ايسان تلاتة، بروبان بروب اربعة، بيوت شرطة هيت بيوتان، خمسة بنتان بنتان، ستة هكسان. يعني نحفظ النهاردة بس لغاية ستة كده ان شاء الله، نبقى نعمل لكم لغاية ايه عشرة. خلاص يبقى ده الالكان، وده اول عضو من اعضاء الهيدروكربونات اللي في الكيمياء عندنا. نيجي للعضو الثاني الكين سي سي ان اتش اتنين ان بس. خلاص يبقى الوقت هنا لو حبيت طبعا ديت الالكين ربطة ثنائية، هنا ربطة احادية، اساسيات عندي اهوت، هنا ربطة ايه ثلاثية. طبعا ربطة ثنائية هي ما بين ذرتي كربون، يبقى اقل حاجة عندي اللي هو ايه اتنين، يبقى عندي اي سين اي سين. طب نعملها كده سي تو سي تو، حطيت اتنين كربون، ايس يعني اتنين، خلاص اتش اتنين في اتنين، يبقى سي تو اتش فور، هو ده اسمه ايه الايسين، واحيانا بنقوله الايسيلين، لازم نعرف الاسمين الايسيلين. طيب دي اسمها الصيغة الجزيئية. طب انا ما اتكلمتش هناك ليه؟ لان كلها روابط احادية، مش فرقة معانا شوي، لكن تفرق هنا صيغة جزيئية عن الصيغة البنائية. ايه هي الصيغة البنائية؟ الصيغة البنائية بتبين لي نوع الروابط، يبقى سي وسي هنا اتش وهنا اتش، هنا اتش وهنا اتش، بصوا انا هعمل ايه ربطة ثنائية، يبقى في ربطة ثنائية هنا يبقى الوقت هنا يبقى هنا عندي الصيغة البنائية وضحت لي ان فيه ايه ربطتين. طب عرفنا منين؟ احنا بدايتنا في الكيمياء العضوية الحاجات اللي شرحناها، قلنا ذرة الكربون، ذرة الكربون لابد من احتوائها على اربع روابط، يبقى ذرة الكربون مشهورة قوي ان فيها ايه اربع روابط اهو، خلاص يبقى لازم تكون متصلة من اي جهة باربع روابط. طيب ديت واحد اتنين واتنين هم، يبقى ده الصيغة البنائية لمين؟ للايسين او الايسينين. طيب تالت حاجة عندي الالكاين، خلاص وبنسميه احيانا بالاستلين. طب نظامه ايه؟ سي ان اتش اتنين ان ناقص اتنين. طيب نبدأ نشوف هنا الاستلين نطبق عليه القاعدة. طبعا بما ان ربطة ثلاثية يبقى لازم ذرتين ايه كربون، يبقى سي اتنين، بنبدأ باتنين اتنين، يبقى سي ان او سي اتنين بقى نعوض اتش اتنين في اتنين ناقص اتنين، يبقى سي اتنين اتش الاتنين في اتنين باربعة ناقص اتنين، يبقى اتنين. هو ده الاستلين او الايسين، دي الصيغة الجزيئية، الصيغة الجزيئية يعني الصيغة الجزيئية ما بتوضحش نوع الروابط.
نيجي للصيغة البنائية برضو نعرفها بالمرة. الصيغة البنائية، الصيغة البنائية طبعا بالراحة كده نعملها عشان برضو منقولش المستر حافظ وبيكتب وخلاص. نتفقنا احتراف في الكيمياء، يعني عايزين نفهم كل حاجة. طبعا في تعليقات في الحلقة الأولانية، ليه بنحط 2 ساعات، ليه ما بنحطش 2 ساعات، دي طبعا هوضحها بالتفصيل ان شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله. يعني تابعوا معايا كده وربنا يسهل ان شاء الله، واي حد ليه استفسارات هنجاوب عليها مباشرة بإذن واحد احد. يبقى هنا ذرة هيدروجين وهنا ذرة هيدروجين. القاعدة اللي لسه قايلها الوقت حالا وقدامنا لسه هي ان الكربون لابد من ارتباطه ب4 روابط. طيب الكربونة دي رزقها بواحدة، ربنا رزقها بذرة هيدروجين واحدة، ايه هتعمل ايه؟ وفي رابطة ما بين ذرة الكربون وبعضها، يعني السالها 2، هتعمل ايه في الاتنين؟ يبقى بتعمل فيه رابطتين، ودي خدناها رابطة باي ودي ايه باي، خدناها في تانية ثانوي. الناس اللي ما خدوهاش الرابطة باي وباي بتبقى ضعيفة وسهلة الكسر. يعني لما نيجي نعمل تفاعلات بإذن الله في الحلقة القادمة مع الأستلنين هنعرف ان الرابطة باي والرابطة باي ضعيفة وبتتكسر، اما الرابطة سيجما ايه فبتبقى ايه قوي. يبقى دي اسمها الصيغة البنائية وضحت لنا. طب احنا حطينا الرابط بمزاجنا، قلنا الكربون لابد من احتوائه على 4 روابط، ملقاش ذرات هيدروجين يبقى بيتكفل مع نفسه مع ذرة الكربون التانية، واصبح الوقت هنا في 4 روابط، 3 هنا و1 هنا يبقى 4، 3 هنا و1 هنا يبقى 4. يبقى ده اسمه الايه؟ الاستلين. واتفقنا الرابطة التساهمية ثلاثية، في رابطة تساهمية ثنائية في عندي في الايه؟ في الايسين او الايسيلين، رابطة تساهمية احادية مع مين؟ طب احنا هنا الايسان ما عملناش ليه صيغة بنائية؟ ما في ذرتين اهو، نبص كده ذرة كربون وذرة كربون، 6 بتتقسم على 2، يبقى هنا 3 هيدروجين وهنا ايه؟ 3 هيدروجين. نبص كده ونركز مع بعض، ودي 3 هيدروجين. يبقى ده الايسان، الصيغه الايه البنائيه بتاعت الايه الايسان، ولازم ايه نعرف. طيب شويه مجموعات وظيفيه كده بالنسبه للكيمياء العضويه بالمره بدل فتحنا فيها شويه. طبعا مجموعه وظيفيه في مجموعه ايه كربوكسايل اللي احنا لسه قايلينها من شويه، وهي تميز الحمض. يعني لو عملت كده اهو يبقى ده حمض خلاص عضوي. يعني ايه حمض عضوي؟ احنا خدناه في اولى ثانوي خلاص في احادي القاعديه وثنائي القاعديه وثلاثي القاعديه. خلينا في الحمض العادي. يعني ايه حمض عادي؟ يعني الارض هي اتفقنا قد تكون ميثان، يعني ميثان ناقص هيدروجين. طب ما نطبق كده، يعني CH3COOH يبقى ده عندي حمض الايه الاسيتك، حمض الايه الاسيتك. يبقى ده ابسط الاحماض، لا في حمض الفورميك، فورميك اسيد HCOOH يبقى ده حمض الايه الفورميك خلاص، او حمض النمليك او حمض الفورميك، حمض الاسيتك او حمض الايه الخليك. يبقى الوقت هنا ما يميز الحمض في الكيمياء العضويه نهايتها COOH. طب ما يميز الحمض في الكيمياء الغير عضويه بدايتها H، حمض الهيدروكلوريك، حمض الهيدروكلوريك. ناخد بالنا برضو كده حمض الايه الهيدروكلوريك. طبعا حمض نيتريك او نيتريك اسيد، حمض النيتريك، حمض النيتريك HNO3 لازم الكلام ده يتعرف، ان احنا قلنا عايزين نتاسس مش عايزين نحفظ بس. يبقى الكيمياء الغير عضويه ما تبدا ب H ما عدا الماء، ما عدا الماء عشان ما حدش يستظرف معاكم في مدرسه او في مجموعة او في درس. طب الماء بادئ ب H اه، يبقى ده استثناء. يبقى المية متعادلة، معروف ان المية متعادلة. طب المية متعادلة ليه؟ نسأل يلا سؤال كده، لتساوي ايون الهيدروجين الموجب مع ايون الهيدروكسيد السالب. يبقى ده تعادل المية اه، تعادل المية. يبقى المية متعادلة عندي ليه في الكيمياء؟ لتساوي ايون الهيدروجين الموجب وتساوي ايون الهيدروكسيد الايه السالب. يبقى ديت مقدمة بس بسيطة عندنا بالنسبة لإيه؟ ليه؟ إزاي نفرق ما بين الحمض العضوي والحمض الغير عضوي؟ طيب أنا عندي أبسط مركب أروماتي، يعني في حلقة بنزين، أنا عندي البنزين. يبقى أنا عندي البنزين هنا،
يبقى البنزين وليه حكاية معانا. يعني ايه؟ يعني البنزين عندي كده بنفس اللفظ، يبقى فككوا كده بسرعة عشان نفهمه برضه، عشان لما نيجي نشتغل كيمياء عضوية بطريقة كسر رابط جزيئات المواد المتفاعلة نبقى فاهمين. بصوا المنظر اللي عندي ده كده، اولا احنا اتفقنا مبدئيا ان ذرة الايه الكربون لابد من احتوائها على 4 روابط. طب هنا 2، لو بص الدايرة اللي جوه ديت عبارة عن رابطة ثنائية، هنا بنسيب واحدة ادي الرابطة التانية، ونسيب واحدة ادي الرابطة الايه التالتة. طب ما تيجي نطمن كده على ذرة الكربون، ليه؟ لان لازم نفهم كيمياء زي ما اتفقنا، مش عايزين نحفظ. يبقى دي حلقة البنزين رسمي، ودي حلقة البنزين رسمي بس لسه ناقصة ايه؟ كل واحدة فيها ذرة هيدروجين بس ما بتتكتبش. امتى نكتبها؟ لما نيجي نعمل معادلة عشان نعرفكم ان فيه كسر روابط او كسر رابطة ما بين الايه الكربون والايه والهيدروجين. هنا واحدة ونطمن بقى على الكربون نشوف الروابط بينه. يبقى الوقت هنا لو عدينا كل ذرة كربون، فعلا ذرة الكربون دي رقم واحدة هيت، ها فيها 4، رقم 2 فيها 4، عدوا معايا 2 1 3 4، ها 3 نفس الكلام، 4 5 6. يبقى الوقت هنا عند البنزين نظامه ايه؟ C6H6 على طول كده. طب ما تعدوا ذرات الهيدروجين اللي واضحة قدامك كده الوقت اللي ظهرت، لان لازم اعرف ان C6H6 ازاي. ما اعملكش رسمة حلقة البنزين كده وفي قلبها دايرة وخلاص، هي صح مختصرة تمام وزي الفل، ولكن لازم اعرف اصلها C6H6. يبقى دي حلقة البنزين اللي بنتعامل معاها. بصوا كده بنشتغل بدي وبدي والاتنين صح، بس ما بنفككهاش كده خلاص، ولكن بيبقى عارفين من جواتنا ان البنزين هو ده هي دي. طيب انا عامل ايه الاتش ديت؟ الاتش دي ما بتتكتبش الا اذا دخلت البنزين في معادلة. طب ما تضرب لي مثال يا استاذنا، اتفضل. ادي حلقة بنزين اهي معاها كلوريد الميثايل، هو بمزاجك كده بتعمل اي معادلة؟ طبعا كلوريد الالومنيوم، كلوريد الالومنيوم خلاص Cl3 لا مائي، شرط مهم. شرط مهم. طب عاوزين نعمل ايه دلوقتي؟ طب انت جبت المثال ده ليه؟ ما هو ده اسمه ايه؟ كلوريد الميثايل، ترجمة حرفية. اتفقنا ميثايل CH3 كلور خلاص، وياه والدال ربط المركبين مع العنصرين مع بعض، او العنصر مع المركب. زي ايه يا استاذ من الحاجات اللي احنا خدناها؟ كلوريد الصوديوم، كلور وصوديوم. بصوا اللفظ كده، ده الصوديوم وده الكلور. طيب في الكيمياء نقوم حاطين ياه دال، ياه دال بتربط الكلمتين مع بعض او الاسمين مع بعض، يبقى كلوريد الصوديوم. طب هنا كلور وميثايل، كلور وميثايل، يبقى هقول كلوريد الايه الميثايل. برضو انا جبت المثال ده ليه؟ جبت المثال ده عشان اقول ان الاتش هتبدا تظهر دلوقتي، هو بمزاجنا او بمزاجنا ساعه التفاعل، مش عاوزين نظهرها ما نظهرهاش. يبقى الوقت هنا كسر روابط جزيئات المواد المتفاعله، هنا الكترون وهنا الكترون، ما بنقولش موجب وسالب هنا بقى. كسرنا الرابطه هنا، هنا الكترون للهيدروجين والكترون عند الكربونه اللي هنا اللي مش باينه. طب عاوز تعمل ايه يا مستر؟ الاتش مع سي ال، طلع لي اتش سي ال، ما هي ده الكترون وده الكترون، خلاص عملت لي رابطه ما بين الاتش سي ال. الاتش سي ال ده اصلي اتش سي ال، رابطه اهي ما بتتكتبش برضه. زائد ها ما تبقى ايه دلوقتي؟ مجموعه الميثايل دخلت مكان ذره الهيدروجين، يبقى الوقت طلع لي ما يسمى بالطولوين. طولوين ما لازم نحفظه بقى النهارده الناس الجديده في ثالثه ثانوي، الناس اللي بتراجع وبتذاكر عشان امتحان الاسبوع الجاي الاربع الجاي. يعني برضو CH3 هنا طولوين، طولوين مركب مشهور جدا في الكيمياء العضويه. يبقى احنا هنا ركزنا شويه، ما يهمش بقى النهارده في الكيمياء العضويه خلاص. تعالوا هنا اهو بقى مجموعه الفينول، فينول او اتش هنا، لكن الكلام ده لازم اعرفه. يبقى ده فينول، فينول خلاص، كاتيكول او كاتيكول عشان برضو الناس اللي بتتانتك في النطق، انا ما بتريقش على حد بس في بعض الناس كده يعني مش فاضيه الا للكلام الايه اللي زي ده. يبقى ده هنا فينول، هنا كاتيكول، كاتيكول. الثالثه واخر حاجه النهارده عشان ما اطولش عليكم برضو، البايرو جالول، هنا
اوه اتش اوه اتش اوه اتش بايرو جالون، ودي بتيجي بالمناسبة صيغ بنائية كتير في الامتحان. يبقى النهاردة خدنا كم صيغة بنائية؟ أدا الطولوين، نمرة 2 الفينول، نمرة 3 كاتيكول، رقم 4 بايرو جالول، 5 البنزين اللي هو الرئيس أو الأساسي أو بنسميه أبسط مركب أروماتي. أبسط مركب أروماتي أروماتي. خلاص، ده كان آخر حاجة النهاردة في حلقة النهاردة، كيمياء من أو الاحتراف في الكيمياء من الصفر إلى ما قبل الجامعة. إن شاء الله ما تنسوش الاشتراك معنا في قناتنا مصطفى رجب خبير العلوم، نبص على الفيديوهات اللي في تأسيس الكيمياء قبل كده، نتفرج ونشوف تالتة ثانوي المراجعات النهائية وحل البوكلت، لأن عامل حلقات كتير وحل بوكلت 2019 اللي هو دور الأول محلول بالكامل في 4 حلقات. نشوفوا الناس اللي على امتحان إن شاء الله، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.